بنتكلم عن ام عندها شويه مفاهيم خاطئه ومتصوره انه كده هتطلع الولد ناجح، لا هو مش هيفضل ناجح على طول، هو لو قدر يستحمل تعليماتك العاليه في الرياضه. انت تشوفي بعض الامهات لو الولد اخفق شويه في الرياضه كانه هو مستقبله في السباحه وكده مستقبله ضاع. في الرياضه لا، ده في حفظ القران، لا ده في الانجليش، لا في المدرسه، عايز يعمل كل حاجه في الدنيا، لازم يعملها الولد ولازم يعملها على اعلى درجه من المعايير. تاكدت الكل ان الابن ده هيجي في مرحله المراهقه هيكون واقع، ده غير انه اصلا بيكون فريسه للتنمر لان انت ما تخش في التنمر بقى يا دكتور. حياتك بتقول هيبقى، ودي انا عايزه اوضحها لمشاهديني، فريسه للتنمر يعني هو الطفل اللي هينضرب ضحية للمتنمر. يعني احنا من كتر الاهتمام بالاولاد هنطلعهم ضعاف لدرجة ان اولاد تانية هتبقى بتتنمر عليهم. صحيح. بس خلينا الاول نقول فضل. احنا عندنا ثلاثي، المتنمر، الضحية او الفيكتم، المشاهدين. وكل حد في دول بيلعب دور كويس قوي. تعال الاول نتكلم على الشخص المتنمر. كتير من الناس بتخلط وبتتصور انه التنمر هو العدوان، يعني الولد المتنمر هو الولد اللي بيضرب. لا، هي المسألة مش كده. الولد المتنمر هو ولد عنده معايير شخصية قيادية. بس خدي بال حضرتك قد ايه احنا اهملنا في المدارس وعدم اهتمامنا وعدم وعينا بنخلي الحاجة كويسة وحشة. خدي بال حضرتك. الولد المتنمر ده ولد معايير، عنده معايير قيادية، عنده قدرة على التأثير على الآخرين، عنده إفراط ثقة بنفسه ويعرف يأثر على الناس. بجانب كل ده المشاهدين، وهي بقيه الاطفال او بقيه الشباب، لان التنمر ده بيبدا لحد بعد الثانويه العامه ويمكن بعد الجامعه كمان. كل دول بيتفرجوا عليه وبيحيوه لان هم بيحبهم في نفسهم الشخصيه اللي مش عارفين يوصلوا لها، اللي هو الشخص المتنمر. ان هو بقى ايه، قوي بقى وقادر هو اللي بيعرف يعمل كل حاجه. وتستغرب لو قلت لك ان المدرسين ذاتهم بيحبوا الولد ده لانه هو ما بيعملش مشاكل جوه الفصل. هنا بقى نفرق بين البولينج او التنمر والعدوان والعنف والكلام ده موضوع تاني خالص. العنف والعدوان والطفل العدواني والعنيف هو ده عايز يفرض شخصيته على الاخرين؟ بيعرف يفرض شخصيته، مش عايز، هو اوريدي شاطر في ده. التنمر هنا بقى برضو قصته مش قصه شخص بيضرب، ده بيعرف يأذي، واحيانا كتير جدا ما بيضربش، لانه في فرق بين التنمر والعنف والعدوان. معانا مدام فاطمه من كفر الشيخ. اهلا يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضلي. ازي حضرتك؟ الحمد لله، ازي حضرتك؟ اتفضلي. لو سمحتي لي انا عايزه من خلال برنامج امنيه مصريه تحققي لي امنيه. تحققي لي، سامعاني حضرتك؟ تحت امرك، اموري. انا عايزه حضرتك من خلال برنامج امنيه مصريه تحققي لي امنيه ست مصريه. اموري. عندها مشكله خطيره بقالي سنتين، حلها في ايد ربنا وفي ايد السيد رئيس الجمهوريه. فانا بتمنى توصليني بالسيد رئيس الجمهوريه. اتوسل اليك. وصليني للسيد رئيس الجمهورية. أنا عندي مشكلة في التعليم، بنتي بتنهار. لفيت على كل حاجة، المحكمة، النيابة، كل حاجة عشان أحل مشكلة بنتي. وبنتي كل بكرة صباح الجامعة، وأنا حالتها صعبة جدا. حضرتك مدام فاطمة، إحنا هنرجعك الكنترول دلوقتي. هياخدوا تليفون حضرتك وهياخدوا بياناتك، وإحنا هنكلم حضرتك وربنا إن شاء الله يقدرنا وتحل المشكلة. أيوة اتفضل. فيبقى شخصية الولد المتنمر ده هو في الأساس شخصية محبوبة، مش محبوبة إنما على الأقل له هيبة، والمدرسين بيحبوه. ليه؟ لأن الولد بيخلص كل حاجة، روح اعمل كذا، روح هات كذا، وكمان ما بيعملش عدوان في الفصل. لأنه برضو لازم نفرق بين التنمر والعدوان، ده ما بيعملش عدوان في الفصل، ده كل بلاوي بره الفصل أو في وقت البريك. طيب شكل بلاوي إيه؟ برضه مش دايما بلاوي المتنمر هي بلاوي في العنف او العدوان اللفظي او البدني، انما قوه شخصيته اللي بيستخدمها بشكل خاطئ، زي اطلاق الشائعات على الضحيه. الواد بقى الغلبان اللي امه قاعده تعلي المعايير وقاعده تمسخ في شخصيته وقاعده تبالغ في المعايير، فالولد ده غلبان لانه الضحيه بالنسبه للمتنمر. الضحيه ده يا اما يكون متميز علميا يا اما يكون متميز اقتصاديا، ولازم يكون حاجه من الاثنين، وغالبا بيبقى من الطبقه الوسطى اللي معظم المصريين عليها، واللي بنعلم ولادنا اللي هو ايه، يعني خد حقك بالكلام ما تاخدش حقك باليد. ايوه فهمت. فيبدا يشتغلوا بقى في مساله التنمر، زي اطلاق شائعات عليه وده نوع من انواع التنمر، انه مثلا يعمل حاجات على السوشيال ميديا او الفيسبوك بانه يصور الواد يقوم عامل له مثلا مش عارف اي حاجه في صورته، حاجه مضحكه، ويبعت الصوره للولاد او لكل الفصل. ده شكل من اشكال التنمر. طبعا ياتي في نهايه قائمه التنمر العدوان او العنف، وده قال لها
انما النوع ده من السلوكيات العدوان النفسي اكثر قسوه. اه طبعا العدوان النفسي اكثر. وهنا بقى الضحيه ده يجي لنا بقى العياده ونسمع على انه الواد رافض يروح المدرسه. ده مش بس كده، ده الولد بدا يحصل له حالات تبول لا ارادي، وده نتيجه ممكن ما يحكيش السبب دكتور لامه، ممكن ما يحكيش السبب، ممكن واحيانا احيانا بس ده مش كتير. فاكره حضرتك احنا كنا عملنا حلقه عن الجنسيه المثليه، احيانا توصل لنوع من انواع الاعتداء الجنسي، بس ده نادر مع حالات التنمر والضحيه، ده نادر كنوع من اللي هو ايه الايذاء، اللي هو انا المهم في المدرسه. طب هل الامهات بتبقى سعيده ان يبقى ابنها بالكاركتر والشخصيه بتاعه المتنمر بصرف النظر بيعمل ايه في الاخرين؟ المتنمر ولا الضحيه؟ لا المتنمر. المتنمر غالبا بيبقى يعني اهله ما بذلوش مجهود كبير قوي في تربيته. شكرا، ده اللي كنت عايز اسمعه. يعني ما حصلش، ما بذلوش مجهود، يعني المتنمر ده ولد مش متربي تربيه سليمه، وغالبا ابوه نفس الشكل، غالبا ابوه نفس الشكل. يعني هل مثلا ما تعلمش انه يحترم الاخر، ما تعلمش يحترم الناس، ما تعلمش انه ياخد حقه بالكلام زي ابناء الطبقه المتوسطه، لا خد حقك بالدراع، خد حقك بالايد، و و و و و. بس خد بال حضرتك المتنمر ده مش دايما من الطبقه الدنيا، ده من هنا ومن هنا، من فوق ومن تحت. طب العكس ممكن انه يكون انت احسن، شاعر بان هو افضل من الاخرين، افضل من الاخرين، انت احسن منهم، انت احسن من الكل، اعمل واعمل واعمل، ومدين له الجراءه ديت، والولد شخصيته عندها الاستعداد لده، لانه غالبا بتبقى فيها جزء وراثي، لانه غالبا بيكون الاب كده او الام كده. الامهات يعملوا ايه في اولادهم بجانب طبعا عدم القسوه في التربيه وارتفاع المستوى المعايير، ان هم الاولاد تتصرف، يعلموهم يعملوا ايه عشان يتصرفوا ضد التنمر. محتاجين الاول يتعلم حاجتين، وده مهم جدا، انه ثقته بنفسه لازم ترجع له، ومهارات تواصله لازم ترجع له. ثقته بنفسه هترجع له منين؟ حسب المرحله العمريه. لما نقول من اول 7 سنين يعني اب اكتر منها ام، من اول 7 سنين اب، لانه الناس كلها بتتصور انه السن ده هو السن المناسب للام، وان الام بطبع انها قريبه من الولد فده السن المناسب. لا، السن ده عايز اب، اب بقى يخرجه، اب يوديه النادي، اب يقعد معاه على الكافيه، اي حاجه، اب ما يقولوش خليك مفتري وما تاخد حقك بايديك. لا ما الابهات بيقولوا الكلام ده. لا احنا بس احنا بنتكلم عن الضحيه، عن الضحيه. لان الضحيه ده عنده مشكلتين، مشكله في التواصل اللي هو ازاي يقدر يدافع عن حقه او عن نفسه. حضرتك الطفل بيجي يحكي لاهله ان تم التنمر عليه، اول رد فعل غالبا للاهل بيكون ايه؟ اضرب. قول للميس الاول، الميس طبعا اكيد مش فاضيه، فهيقول لها، هيقول له ايه؟ انت ما بتسكتش على حقك، اللي يضربك اضربه. كلمه جميله جدا، كلمه جميله جدا، ما تسكتش على حقك، بس بتاذي جدا. عارفه ليه حضرتك؟ ليه يا فندم؟ طب سيبنا من موضوع التنمر ده، وتعالى نتكلم عن مشكله بتواجه ناس كتيره قوي من الراشدين، حاجه اسمها ضعف التوقيت. ضعف التوقيت يعني شخص ما بيقدرش يدافع عن حقه، شخص ممكن يتهان وعنده خوف من الناس، ما يعرفش يدافع عن حقه، او ياخد الموضوع بهزار. وده ممكن يحصل زوجة من زوجها، وممكن يحصل من الجيران، ممكن يحصل من زمايل العمل، ممكن يحصل من المدير. شخص غلبان، نقوم لما يجي لنا بقى الجلسة العلاجية نقول له ايه؟ لا، بعد كده اللي يكلمك ويزعلك اعمل فيه واعمل فيه واعمل فيه، يبقى انا بهزر، ما ينفعش اعمل كده، انا تعبته اكتر. المفروض المعايير تبقى واحدة واحدة. يعني انت بتتكلم عن طفل بيواجه واحد متنمر عليه، المتنمر ده له شله، لان المشاهدين والمجاميع، فلو عملت مواجهه هخليه مش هيقدر يعملها. مظبوط، مش هيقدر، فانت بتتعبه اكتر. معانا ساره من القاهره، اهلا يا ساره، اتفضلي.